موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شيخنا لما بنشوف الأحداث ديت اللي هي التفجير والقتل يعني بيبقى في شيء من الاستغراب والتعجب على جرأة الجماعات ديت على الدماء وجرأتهم على تكفير الناس وقتلهم بالشكل ده. فمن وجهة نظر حضرتك يعني إيه تحليلك لهذه الجرأة، أو بمعنى تاني إيه الأسباب والدوافع لهذه الجرأة على الدماء يعني؟ جزاكم الله خير. في الحقيقة جزاكم الله خيرا، هذا السؤال رائع وفي توقيته كما يقولون، لأنها فعلا جرأة ملفتة للأنظار. في نظري أن الدافع الأول لهذه الجرأة هو الجهل، وإن كان ثم دوافع أخرى قد تؤدي في النهاية لمثل هذه الجرأة، لكن من أعظم أسباب هذه الجرأة على الإطلاق الجهل، والجهل المركب عند هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأحداث. أولا الجهل بقضية مهمة جدا جدا، حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. تعدي حدود المولى عز وجل بالجهل الموجود والجهل المركب عند هؤلاء وعند المجاهيل الذين يقودونهم دفعهم إلى الجرأة على التكفير، على التكفير، وبالتالي وبالتبعية كانت الجرأة على الدماء. فمن اشترأ على تكفير يعني المسلمين اشترأ بالتالي على دمائهم وعلى أموالهم وعلى حرماتهم، ولم يعبأ بشيء بعدها، لأنه بنى يعني أفعاله هذه على تكفير هؤلاء. ولذلك نقول لعظيم الجهل عند هؤلاء بقضية التكفير أنها لله عز وجل وحده، جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء ورثة الأنبياء. ولذلك من يتعدى هذا الحد ستتولد لديه جرأة غير مسبوقة، واندفاع وتسرع وعبث وعدم يعني اهتمام واكتراف. ولذلك نقول لو نظرنا إلى الشريعة كيف بيّنت هذه القضية، وكيف يعني حذر صلى الله عليه وسلم من الجرأة على التكفير، من قال يا أخي يا كافر فقد باء بهما بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، تخيل المعنى. وفي رواية أخرى من رمى أخاه بكفر فهو كقتله والعياذ بالله تعالى. ولذلك العلماء كانوا حريصين على بيان هذا الأمر، جعلوا التكفير حق لله عز وجل، حق للنبي صلى الله عليه وسلم، حق للعلماء الذين حصلوا أدوات الاجتهاد ويستطيعون التفريق بين النوع والعين، ويستطيعون إقامة الحجة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ويستطيعون بيان بما يثبت عقد الإسلام، وكيف من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وكيف كانوا يحتطون ويحضرون الجرأة في مثل هذا الباب. فهذا الإمام مالك على رحمة الله يقول له أن المسلم قال كلمة تحمل الكفر من 99 بابا وتحمل الإيمان من باب واحد، لحملته على الإيمان حسن الظن به. والشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يطعنون عليه الآن ويتكلمون فيه الآن أعظم من أصل ونظر على هذه المسألة، وهو الذي بيّن بوضوح وبجلاء أن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزل عنه إلا ببينة أوضح من شمس النهار. ولذلك هذه القضية تحتاج إلى توضيح وإلى بيان، والعلماء يعني دققوا في هذه المسألة وأسندوها للعلماء ومن يتقنون إقامة الحجة باستفاء شروط انتفاء الموانع ويفرقون بين النوع والعين، وتركوا لنا ميراثا عظيما في ما يثبت به عقد الإسلام، وكيف يخرج من حتى ارتكب معلومة من الدين بالضرورة من الإسلام كيف يحكم عليه. فهذه أحكام ليست على إطلاقها، ليست لأحد الناس، لأنها لو أطلقت لكانت الفوضى والجرأة والعياذ بالله تعالى. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.